أنا ضفت عليهم 4 نقاط جدا. طيب شو رأيك؟ كتير منيح، يعني العرض التقديمي القديم كان منيح بس هيك صار أقوى بكتير. عم تستغل كل فرصة بتصحلها لتبهر الأستاذ سمير. هالبنت مزعجة. شغلك ممتاز. شكرا كتير إلك. عن جد شاطرة. شيفالي؟ لمين هالموبايل؟ هاد كتير حلو عن جد، إنه طلع حلو كتير بإيدك. قصدي لونه بناتي سمير. هي بس هاد شو ها؟ حلو كتير؟ هات لشوف فرجيني. هي بيسموها الحياة البسيطة، حياة زهرية. سوريش. سوريش. شو يعني كأنك عم تتمسخر؟ لا، شوفوا الموبايل الأستاذ، زهري حامل موبايل زهري. شو هاد؟ موبايل جديد أستاذ؟ كأنه موبايل صغير. يا ترى بلاقي منه بالسوق الموبايل الزهري. اللون الزهري هاد مو لابق له أبداً. شو ما في منه أزرق ولا أسود يعني؟ لأنه اللون الزهري بناتي شوي، ما هيك؟ شو هاد سمير؟ رح أقلك بصراحة، موديل هالموبايل مو لابق لشخصيتك. شوف الأحسن تعطي هالموبايل لشي حدا تاني وتشتري لحالك موبايل جديد. ثانية بس، فيني أحكي شغلة عن هذا الموبايل؟ أعطيني إياه لو سمحت. تفضل. كلامكم مزبوط، بس مو أنا يلي اشتريت هذا الموبايل، وهو إجاني هدية، والهدية ما بتنرفض أبدا، حتى ما بهم مين اللي هداني إياه ولا قديش حقه ولا شو لونه ولا أي شي تاني. المهم قيمة الموبايل المعنوية، مزبوط؟ اللي بهمني مشاعر الشخص اللي هداني الموبايل، لهيك حتى لو كان ما بيلبق لي أو لا، لونه زهري أو بناتي، هالشي ما بيهم، هو هدية وبيعني لي كتير. آسفة سمير، بصراحة معك حق بكلامك، مشاعر الشخص اللي جاب لك إياه مهمة أكتر من الهدية بذاتها، وهذا المهم بالنسبة لي كمان.